بعنوان شتاء دافئ وبدعم من النائب والقيادي الفلسطيني محمد دحلان، سلم تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح مستلزمات مشروع شتاء دافئ لوزارة التنمية الاجتماعية في غزة المقدم من القيادي محمد دحلان، استكمالا للدور الوطني والاجتماعي ودعما لشريحة الفقراء والمهمشين في قطاع غزة. بدعم من القائد محمد دحلان، قدم تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح منحة شتاء دافئ لوزارة التنمية الاجتماعية بحضور كوادر وأعضاء من تيار الإصلاح الديمقراطي ووفد من وزارة التنمية الاجتماعية بغزة. هذه المساعدة تأتي في إطار الدور الوطني والأخلاقي والاجتماعي الذي يؤدي تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بقيادة النائب محمد دحلان لمختلف الشرائح الاجتماعية في قطاع غزة. هذه المرة شراكة كاملة بيننا وبين وزارة التنمية الاجتماعية خدمة لفقراء شعبنا والشرائح المهمشة. هذه المساعدات تعتبر ضرورية وحيوية لأبناء شعبنا في قطاع غزة، هي تشتمل على كثير من الفرشات وحرمات والطرود الغذائية التي تقدم للأسر الفقيرة في بالذات في فترة الشتاء، وتعين الكثير من الأسر على يعني أن تجد ما يقيم حياتها في ظل هذه الظروف الصعبة. يأتي هذا المشروع في ظل الظروف العصيبة التي يعيشها سكان قطاع غزة، ما يدفع تيار الإصلاح الديمقراطي للتدخل والمساهمة ومساعدة الجهات المختصة في الوقوف عند مسؤولياتها. يعمل تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح منذ انطلاقه في قطاع غزة على تقديم المساعدات وتخفيف العناء والمعاناة لأبناء شعبنا الفلسطيني، حيث قدم الكثير من الخدمات في إطار دوره كالاجتماعي والإنساني. يعتبر هذا المشروع استكمالا للدور الوطني والدور الاجتماعي والدور الأخلاقي لتيار الإصلاح الديمقراطي تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص الشرائح المهمشة وشريحة الفقراء. مع استمرار المعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة، يأتي هذا المشروع استكمالا لسلسلة المساعدات التي يقدمها النائب محمد دحلان لأبناء شعبه. شروق حرارة، قطاع غزة.